للبرتغال وتحديدا لمستر نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكره المصري. هو ضيفي دلوقتي في السادسه من خلال طبعا فيديو كونفرنس، هو موجود حاليا في البرتغال. خلينا بدايه نستقبله ونرحب به ونشكره، شكرا جزيلا طبعا مستر فينجادا على مشاركتك وعلى ظهورك معنا على شاشه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بك. Thank you, my pleasure also to talk. شكرا شكرا جزيلا، انا سعيد جدا للتحدث مع قناه النادي الاهلي، وتحياتي لكل الجماهير المصريه وخصوصا جماهير النادي الاهلي. اهلا بك مستر فينجادا. خليني في البدايه الحقيقه، انا يمكن ملفات كتير، منها ما هو يتعلق باتحاد الكره المصري والكره المصريه بشكل عام، ومنها ما يتعلق طبعا بالكره البرتغاليه. خليني ابدا معاك الحقيقه بالفتره اللي قضيتها كمدير فني في اتحاد الكره المصري، ازاي او ايه هو تقييمك للفتره دي؟ حسنا، انا قضيت عاما في هذا المنصب، واستطيع ان اقول اني انجزت المهمه التي طلبت مني عن طريق السيد احمد مجاهد. بالطبع كان هناك بعض التغييرات، وخصوصا حينما تواصلت مع بركات وحازم امام. انا اتيت لهذا المشروع، اتيت حينما اعجبني الامر، وبالطبع هذه الوظيفه كانت لا نستطيع ان نحكم عليها من عام فقط، ولكن انها وظيفه طويله المدى. بالطبع لقد ابليت جيدا من وجهه نظري، حاولت من تطوير منظومه الكره المصريه عن طريق الاتحاد المصري لكره القدم، وحاولنا ان نجد الطريق الافضل لتطوير الكره المصريه. طيب خليني اسالك، من اللحظه الاولى لموافقتك على تولي المهمه، هل كان في وضوح فيما يتعلق بالادوات وبالصلاحيات اللي هتمنح ليك عشان تقدر تقوم بمهام عملك او عشان تقدر تحقق الاهداف المتفق عليها؟ وايه هي اهم العوائق اللي ظهرت او العقبات اللي ظهرت اثناء فتره تواجدك كمدير فني اتحاد الكره؟ كما تعرف لم اشعر ان هناك اشخاص ضدي او ان هناك عوائق تمنعني. كان لدي عقد مع السيد احمد، وهو كان رئيس الاتحاد في هذا الوقت، وكان لدي اتفاق مع اعضاء المجلس. ولكن بعض التغييرات التي حدثت، بعض التغيرات في الوظائف واعضاء مجلس الاداره احدث بعض التغيير، ولكن ظلت العلاقه كما هي، التعامل مع المديرين الفنيين. فاعتقد ان هذا لم يكن عائقا. لم اشعر ان كما قلت لم اشعر انه يوجد احد ضدي او ان احد يختلق المشاكل لي، لا. الامر الاهم كان هو وظيفتي، وقد قمت بهذا بالفعل. يعني هرجع لمقولة حضرتك فيما يتعلق بمهام المدير الفني، وأنا متفق تماما طبعا إن هي مهمة طويلة الأمد أو طويلة المدى، تحتاج لكتير من الوقت عشان تجني ثمارها، يعني زي ما بيقولوا. ليه انتهت التجربة بعد عام واحد؟ وإيه هي أهم الأهداف اللي قدرت تحققها أثناء فترة توليك المسؤولية، والأهداف التي لم تستطع إكمالها أو تحقيقها؟ انظر، أنا أؤمن أنني لم أستطع أن أتواصل مع جميع المديرين الفنيين، أستطيع أن أجزم بذلك، ولم أستطع أن أطبق فلسفتي الخاصة على جميع منتخبات الشباب. وكان هذا الاختلاف الذي لم أصنع في فالقواعد والمناخ الخاص بالكرة المصرية في مختلف أنحاء البلاد. كان الأمر مختلفا، كان يجب علي أن أفرض هذا خلال المعسكرات، ما يجب على المديرين الفنيين أن يفعلوه وتكون طريقة موحدة. وأيضا كان هناك بعض الاضطراب بيني وبين بعض المديرين الفنيين. بالنسبه للمدير الفني للمنتخب الاول كان يوجد بعض الاختلاف في وجهات النظر، ولكن الامر
ولكن كما رأينا مع المنتخب الأولمبي هذا الاضطراب وأضحى بالفعل. أنا أؤمن تماما أن نتائج جيل 2006-2007 لم تكن جيدة، ولكني أؤمن أن هذا الجيل بالتحديد 2006 سيكون له مستقبل باهر مع الكرة المصرية. أنا أؤمن بذلك. هل في طرح رؤيتك أو طرح وجهة نظرك أو تحديد مسار عملك ما وجدتش المساندة أو الدعم الكافي اللي يمكنك من أداء الدور ده بشكل كامل؟ لا، هذه طبيعة هذه المهمة. إذا لم يسر كل شيء 100% كما حددت وكما خططت فستجد بعض العوائق، ولكن ما أشعر به ويجب أن أقول هذا أن الظروف لم تكن طبيعية، الظروف التي عملت بها لم تكن طبيعية. نعم، بعض الرؤى تختلف عن الأخرى، التواصل أحيانا لم يكن كما كان في مع المجلس السابق، ولكن أؤمن أننا إذا سرنا كما خططنا من البداية من الجذور التي وضعناها فأعتقد أننا، وأعتقد أن حازم إمام ذكر ذلك حينما غادرت، أننا كان يجب أن نسير على خطة واحدة وعلى رؤية واحدة، ولكن اختلاف القواعد واختلاف الرؤى، وبعدما غادرت رؤيتي لم تطبق بالفعل. يوجد العديد من الأسباب، ولكن تغيير الأجهزة الفنية وتعاقب الأجهزة الفنية وأحداث كورونا، كل هذا أثر، وأعتقد أن هذا سيؤثر على أداء الكرة في المستقبل، وأيضا تواصل الاتحاد المصري مع الاتحاد الأفريقي. كان هناك بعض العوائق البسيطة، ولكن بعض المهمات كما ذكرت أنت لم تنتهي بالفعل، ولكن الأساس استطعت أن أفعله فيما مضى. قرار رحيلك كان قرار مستر فينجادا بنسبة 100%، ولا كان اتفاق مشترك، ولا كان قرار من اتحاد مسؤولين في اتحاد الكرة المصري؟ لا، القرار كان عقد لمدة عام، وكان يوجد بعض الشروط. قبل شهر من الفسخ كان يجب علي أن أنبه الاتحاد. لا، كان اتفاق بيني وبين الاتحاد. خلال هذا الموقف أنا أبلغت الاتحاد قبل انتهاء المدة بشهر وقبل رحيلي بشهر أنني لا أستطيع أن أستمر في هذه الأجواء، لأن بعض الأمور لم تكن على أحسن حال معي، أمور خاصة بي، ولكن قد سرت في طريقي وغادرت منصبي، ولكنه كان قراري في نهاية الأمر. بعيدا عن المنصب وبعيدا عن الشكل الرسمي للعلاقة اللي كانت بتربطك باتحاد الكرة المصري، أنت واحد من الأسماء اللي يمكن كنت على مقربة وكنت على دراية بكتير من أمور الكرة المصرية، مش بس بحكمك مدير فني الاتحاد السابق. من وجهة نظرك إيه أهم السلبيات اللي بتعوق تقدم مستوى الكرة في مصر، سواء على مستوى الأندية والمسابقات المحلية أو على مستوى المنتخبات بمختلف أعمارها؟ انظر، هناك، نعم بالطبع كنت منخرطا في منظومة الكرة المصرية وأعرف الكرة المصرية منذ زمن، ولكن لا أستطيع أن أقول أن الأمر اختلف كثيرا. لم أكن أتدخل بالطبع، ولكن خلال فترة السيد كيروش كان الأمر يسير بشكل جيد. لم نكن قريبين كفاية، ولكن كنت أعطي الدعم الكامل، ولكن أستطيع أن أقول كنت أتابع الأندية وكنت أتابع مراكز التدريب، وخلال وظيفتي قد حاولت عمل تحسين فرق الشباب، وهي الأساس بالفعل،
هي هذه هي وظيفتي الحقيقية، أن أنهض بمستقبل الكرة في مصر، أن أنهض بأداء الاتحاد المصري، وإذا أنتجت على هذا المستوى فستتحقق الأهداف ونستطيع أن ننهض بالفريق الأول لمنتخب المصري. هل يجوز ان انا اسال مثلا اذا ما كان في خطه او تصور معين او رؤيه معينه من قبل المسؤولين في اي اتحاد كوره عن تطوير الكوره وتطوير المستوى المنتخبات، الخطه دي تحتاج لوقت قد ايه؟ وهل الامر مرتبط بامكانيات وبصلاحيات انت شخصيا ما لقيتهاش في اتحاد الكوره المصري؟ بالطبع كان كما تعرف حينما بدأت مع فريق الشباب كان عملت معهم لمدة عام، عملت على خطة على سبيل المثال، ولم أستطع أن أتوقف لأن هذه الفرق كان لديها بعض اللاعبين الجيدين. فهذا هو نوع العمل، أن أضع خطة مع هذا الفريق وأطبقها حتى أصل بهم إلى الفريق الأول لمنتخب مصر. والأندية كذلك، فهناك بعض الأندية تنافس على دور الأبطال، تنافس على البطولات المحلية، ولكن اللاعبون الآن أهم شيء عندي هو المجموعة ككل وليس العمل كشخص. هذا هو أساس عملي كمدير فني للاتحاد. وإذا لم أكن أعمل بشكل جماعي، وإذا أردت أن أحقق أمنية كل فرد فلن تتحقق وظيفتي. فأعتقد أن حتى إذا لم تكن هذه الأشياء متفق عليها في العقود، ولكن أعتقد أن هذه الأمور يجب أن تناقش بين كل أفراد المنظومة، بين الأندية وبين الاتحاد، ولكن هذه الفرصة لم تتح لي أن أمثل وأن أوضح رؤيتي بالشكل الأمثل للأندية ولكل الفرق، وخصوصا في آخر أشهر من عقدي. يهمني أسمع رأيك أيضا في قصة مستر كارلوس كيروش المدير الفني السابق ومواطنك طبعا البرتغالي والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، وعلى خلفية الحقيقة انتهاء العلاقة مع اتحاد الكرة والاتهامات المتبادلة. يعني إزاي شفت المشكلة وهل تدخلت لحل الأزمة وإيه توابعها وأصدقها عندك في البرتغال؟ السؤال عن قصة انتهاء العلاقة بين كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب مع اتحاد الكرة والاتهامات المتبادلة من كلا الطرفين، إزاي شفت المشكلة؟ هل تدخلت في أي تفاصيل ليها علاقة بالأزمة بين اتحاد الكرة ومستر كيروش؟ وكانت إيه ردود الأفعال على الأزمة دي والمشكلة دي في البرتغال؟ سأبدأ من البرتغال. فالأمر في البرتغال، الكوتش كارلوس كيروش نعرفه جيدا، والأمر لم يؤثر على سمعته أو لم نتحدث عنه كثيرا. فالسيد كيروش كان لديه عقد مع الاتحاد المصري، إذا لم يسر الأمر كما اتفق الطرفين وإذا انتهى العقد، فبالتالي هو قراره أن يكمل أو لا، وبناء على رؤية الاتحاد المصري كذلك. وكان هناك شرط جزائي بين الطرفين لم يفي به الاتحاد المصري. وأعتقد أن الاتحاد المصري بناء على ما علمت كان حاول أن يتواصل مع السيد كيروش لتسوية الأمر، والآن الأمر تم تسويته، ولكني لم أتدخل ولا أعرف تفاصيل كثيرة بخصوص هذا الأمر. ولكن بالطبع أنا أؤمن أن إذا لم يكن الفريق مؤهل للصعود لكأس العالم، فأعتقد أن السيد كارلوس كيروش كان يجب إعطائه مزيد من الفرصة لوضع الجذور الخاصة بهذا الفريق. أثناء توليك المسؤولية، وده كلام اتقال على لسان المسؤولين في الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالمدربين أو المديرين الفنيين المصريين، وإنه مسؤولين في الاتحاد الأفريقي تواصلوا مع مستر نيلو فينجادا لأكثر من مرة وحصلوا على وعود منه لأكثر من مرة بحل مشكلة رخص التدريب للمدربين المصريين، ولكن ذلك لم يحدث على حد تصريحاتهم. تعليقك إيه على الكلام ده؟
هذه مشكلة قد تحدثت عنها في آخر 3 أو 4 سنوات في مصر. هذا الأمر لم يتوقف، وكان يوجد برنامج يجب عليهم السير، يجب على المدربين السير فيه، ولكن هذا الأمر توقف، ولم يحصل الكثير من المدربين على هذه الرخصة. أعتقد أن السبب العائق الأول كان فيروس كورونا وهذه الأحداث الذي عقد الموقف، ولكن الآن لا نستطيع أن نسترجع هذه الأمور، يجب علينا أن نمضي قدما، ويجب علينا أن نلتحق بالشروط التي يطلبها الاتحاد الأفريقي، ويجب علينا أن نتواصل معه عن طريق اللقاءات والاجتماعات التي يحددها ونلتزم بها التي يحددها الاتحاد الأفريقي، لأن هذه التشكيلة من المديرين الفنيين من المهم جدا أن تتبع هذه القواعد التي يضعها الاتحاد، وهذه كانت البداية. وإذا لم يلتزم بالمدربين بهذا فأعتقد أن هذا الأمر سيستمر. أنا حاولت وأعتقد أن هذا الأمر يسير في الطريق الصريح، ولكن في وقتي الأمر لم يكن منظما بالشكل الأمثل. الأمر كان صعبا، والأمر كان متعلقا بالكاف، والأمر أيضا كان يجب أن يكون هناك بعض التنسيق من جانب الاتحاد المصري. خليني أختم ملف الكرة المصرية بسؤال: إذا ما أراد مستر نيلو فينجادا أن يوجه توصيات، أو خليني أقول نصايح، للارتقاء بالكرة المصرية في الوقت الحالي للقائمين عليها والمسؤولين عنها، إيه أهم النصايح أو التوصيات اللي ممكن يقولها مستر فينجادا؟ أهم نصيحة هي كما كنت أقول دائما: أول شيء يجب علينا، لدينا هرم، قمة الهرم جيدة، ولكن إذا لم يكن لدينا قاعدة من أندية تفوز بالبطولات وتؤسس وتمثل بلدها بالشكل الأمثل، فالأمر سيكون أصعب، كما نرى الآن الحال مع الأهلي أو الزمالك. وأعتقد أن أهم شيء بالنسبة للأندية والحكومة أيضا للنهوض بالرياضة المصرية هي كما يفعل السيد أشرف صبحي الدعم الكامل للأندية، ويجب عليهم الاستثمار بشكل أكبر لإخراج المواهب المصرية وإبراز مواهب كمحمد صلاح والنني. بالفعل لدينا العديد من هذه المواهب، ولكن أنا أؤمن أن هذه الأندية الكبيرة يجب أن تبحث بشكل أكبر عن هذه المواهب، ويجب أن تدعم هذه المواهب الصغيرة. مستر نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، جزيل الشكر ليك على مشاركتك معنا وعلى وقتك وعلى ظهورك معنا في السادسة على شاشة الأهلي. كل الشكر ليك وكل التوفيق ليك في مشوارك ومسيرتك.